السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ننسج إن شاء الله على نول شريط. راح نستخدم اليوم النول في إنتاج، نستخدمها كحزام على الشنط أو نستخدمها كحزام على الجسم أو يستخدم كذلك في حق الخيل والهجن عشان يركبون السرج. فيها عدة استخدامات وكل واحد ينتج هذه القطعة بأشكال وألوان مختلفة، لكن اليوم درسنا مستمد من التراث القطري، قطعة من نسيج السدو اسمها العورجان. راح تتكون من الألوان الأبيض والأحمر العنابي والأسود. راح نبتدي إن شاء الله درسنا، تابعونا. قبل التسدية راح نسوي أول شيء خيوط النيرة. نجهز خيوط النيرة. راح ناخذ هذه الخيط تحت من أسفل إلى أعلى، نقص بعدين راح نربطه، راح نربط عقدة، عقدتين، ثلاث عقد، نقص أطرافه، نسوي مرة ثانية نفس الطول نفس المقاس. راح نجيب خيط مقطوع ونسوي عقدة، عقدتين، ثلاث عقد، بنقصه. عقدة، عقدتين، ثلاث. هذه الخيوط النيرة نطلعها، عملنا عدة خيوط جاهزة، نبتدي التسدية. تسدية العورجان نحتاج أول شيء خيوط تكون نسبة الغطن فيها عالية، ما يكون فيها وبر كثير عشان ما تطلع لنا تخرب لنا اللحمة ما وإحنا نشتغل. أول خيط راح نثبته في الطاولة وسط اللزق، بعدين راح يكون فوق علوي ينزل أسفل، راح نمرره. كل ما كان عندنا عدد يصير تعرج أكثر، معناته راح يكون طول الحزام أكبر. هذه حركة واحدة، نثبت الخيط مرة ثانية، تثبيت النيرة، راح نحط خيط أسفل، ثم مرة ثانية صارت عندنا النيرة بطريقة سهلة. نكمل بعد ما حطينا النيرة. المرة دي راح يكون يمر من أسفل حتى يعطينا بعد ذلك نفس حق الحركة. نرجع نفس الحركة، يكون متتابعين. الخيط نرجع علوي، علوي، اللفة، نثبت النيرة،
تتكرر. كذي خلصنا اللون الأحمر وهو يسمونه سدو سادة. التسدية السادة عبارة عن 5 علوي، 1 2 3 4 5 و5 سفلي. راح نقطعها، نبتدي مرحلة العورجة، نشيل اللون الأحمر، نجيب اللون الأسود، ربطنا بالطرف، عملنا عقدة بالطرف نهاية الخيط الأحمر، نبتدي أسود. نفس المراحل راح يكون عندنا علوي نثبت اللون الأسود، نعمل نيرة ثبتناها، نكمل راح نعمل خط أسود مرتين، نكرر هالتجربة تسدية. خيوط العرجان تكون مفردة برسمة المزدوج. راح نعد الخيوط بعد ما نحط النيرة،
عندنا الخيوط العلوية والسفلية مزدوجة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه سبعة خيوط عندنا سبعة. خلصنا، راح نعمل حارس مرة ثانية. أول واحد نعيد الكرة مرة ثانية، هاي ثاني مرة، الحارس عبارة عن خيطين من لون أسود. راح نكمل عليه لون الصادر الأحمر. نحضر اللون الأحمر، عملنا أول مرة واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، خمسة، راح نكررهم خمس مرات. راح ناخذ الخيط اللي اول مره تركناه، راح ناخذه مع اول خيط مع اخر خيط. كذي كملت عندنا التسدية،
باقي آخر. نيرة نعملها. وصار اللون مجهز ومسده مضبطه. خمس خيوط علوية، خمس خيوط سفلية، خمس خيوط علوية، خمس سفلية. هذه أربعة علوي وفي ثلاثة سفلي. كذي خلصنا تسدية العويرجان على النول الشريط. نبتدي معاكم اللحمة.